اتكلمنا عن احمد رمزي او رزه زي ما بيتقال عليه، وهو بيرفع العرضيات وبيصنع لزمايله وهو بيرقص وهو بيعمل تاكلينج. تعال بص بقى الميكس ده لما يتحط عليه باك ليفت وهداف، باك ليفت وبيسجل، وبيسجل بكل الطرق. احمد رمزي هتلاقيه بيقطع القريبه بيسجل بدماغه، احمد رمزي هتلاقيه بيشوط من بره، فاولات، انفرادات، كل اللي انت عايز تشوفه هتشوفه مع احمد رمزي. وتستغرب جدا ليه، الكره زمان كان معظم طرق اللعب 3 5 2 3 4 3، فكان احمد رمزي في التوظيف بتاع لغه دلوقتي وينج باك. عارفين النهارده الفرق اللي بتلعب ب 3 4 3 والراجل الظهير ناحيه الشمال هو الظهير الجناح يقول لك وينج باك، احمد رمزي سابق عصره. في فرق في مصر دلوقتي بتلعب 3 4 3، هو كان بيعملها من 20 30 سنه لان كان ده الديفولت ودي الموضه، بس هو بيعملها ايه بقى، نموذج. راجل بيسجل بكل الطرق، عشان كده كان احمد رمزي بالنسبه للزمالك وبالنسبه لمنتخب مصر مش مجرد ظهير، مش مجرد راجل هيقطع كوره ولا راجل هيعمل مشوار ويرفع عرضيه، لا ده راجل تحتسبه من القوه الهجوميه بتاعتك، هيسجل يعني هيسجل. تعال بقى نشوف احمد رمزي بيعمل ايه بالظبط. احمد رمزي هو اللي استلم الكوره دي، بيستلم منين؟ بيستلم في قلب ال 18، ايه اللي مدخله؟ نبص احمد رمزي فين؟ بيهاجم داخل في القلب فبيرقص ويحط بيمينه. تستغرب ايه اللي جابه هنا؟ في كل الكور العرضيه والكورنرز والفاولات في الزمالك كان احمد رمزي بيخش. بص الفاول اللي بالشمال، احمد رمزي بص جاي منين؟ بص جاي منين؟ الراجل ده الكوره معموله عرضيه، بص احمد رمزي جوه ال 6 يارده، ده باك ليفت يعني المفروض يبقى على الخط. ايه اللي مدخله جوه؟ بص الفاولات بتاعت احمد رمزي، ادي فاول شفناه وفاول تاني الجون خدمه. عرضيه، فين احمد رمزي؟ كانه مهاجم بيقطع يحط ببطن رجله على طول. فاول تاني احمد رمزي عرضيه، بص احمد رمزي جاي منين؟ بص بقى القادمون من الخلف، سميها زي ما انت عايز تسميها، صاروخ كده. انت بتتفرج على احمد رمزي وهو بيسجل بكل الاساليب وبكل الطرق، الراجل بيقطع جوه ال 18 كانه مهاجم تاني، الراجل بيسجل بدماغه وبيقطع على القريبه. وشفنا الجون اللي فات الشوطه، وده واحد من اجمل اهداف احمد رمزي، كره قاطع لجوه كانه جناح بيخش يبقى مهاجم، تتلعب له 1 تاتش على طول بشماله تك في المقص. بص احمد رمزي والفاولات صواريخ، الراجل رجليه الشمال مظبوطه وحساسه بطريقه مرعبه. عرضيه احمد رمزي قاطع، ده مهاجم مع منتخب مصر في مرمى اعتقد اسكتلندا، بيحط بدماغه من البعيده، انفراد بيحط كل الطرق. احمد رمزي ايه اللي جايبه هنا؟ بص احمد رمزي فين؟ في كل الكور مكمل، احمد رمزي بيكمل تاني كانه مهاجم تاني وبيسجل لمنتخب مصر جون. الراجل متواجد في كل حته في الملعب، الراجل ادواره الهجوميه متكامله، تقدر تقول بقى ايه؟ ظهير عصري، ظهير متكامل، ظهير سابق عصره، قول زي ما انت عايز، ولكن الميكس ده ما يطلعش غير من واحد زي احمد رمزي، واحد من افضل اللعيبه اللي ملاعبت في مركز باك الشمال في مصر وفي افريقيا وفي تاريخ الكره العربيه كلها. رب